شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل سامحني تما وصحنا ظهروا لي اشترهم ناقصين نقصي كيفاش هذيك محبي برشا الاخر فارغ شنو هذا لا لا يزي صبا يا اخي هي ذويقة الحكايه الكل هيا ولادي احترش فطور الصباح شنو يا جماعة؟ يا أخي العيد الصغير جاء وأنا ما في باليش تي ليه؟ ما نعملنا الليستة نتاع الحلو اللي باش نبيعوه عاد قلنا نعملو ديجستاسيون صغيرة باش تعطينا رايك تري تري بيان يا البلاد اش بيكم طق 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 ما يوفى الصباح لما كل واحدة منكم تزيد 20 كيلو ريت ماو بابا تبرب يقول لهم تيينا بابا من نقص رطل كيف بالسيف وانا زيدة يا خسير بش واحدة تحافظ على شقتها وبلوس انا جفو كاخدي لاليني بابوني انا موافقك على طول الخط وهو باش نزيد نعاونك على الرشاقة متاعك باش نحيلك مصروفك جملة واحدة باش هكاكا ترتاح من مكلة البيتزا والهمبرغر سلومة هايجة باش تفطري لا يا امي عايشك ماذا بيا على قهوه كحله هكا وطرتينك علاش قهوه كحله قهوه بالحليب وشويه حلو بيا على شرط حضر لي بقى الماء على الغصان اللي يستنى فيا لطف على ولدي من الغصان هيا اقعد هاي تي اقعد على الذوق وما تمرجنيش باهي يعني تنقعد نبدا بالغريبه هيله بارك الله ذوق نعم ايش رايك مدام زين شدي شدي اعطيها دولار خيدي سليمين شنو زينب صار بخلاف هذايا وهذاك مازال حاجه اخرى في الكوجينه اي مازال صح عليك صح عليك اكلتو تب المكتوب صبرتي ونلتي ولدي تخبي في بادي الزريز يا طيب صار بسمش علينا الله غالب على خاطر الدار هذيه
نتاع بسيكوثيرابيوت ماهيش باتيسري. أمان الزبدة ما ترجعهاش للفريجيدير، خلي تصفى وتقرا وتبدل لون وما تعمل الأخرة، خلي تتبتر، راني عيد بالزبدة، فديت بترتينا بالزبدة. مسكنات الغبهم ياكل فيهم باش يطلعوا السني، على ذاك يبكي. زيدي طلعوا فيهم السنين والله ما دموا بزلوا عايشين في دارة الطاهم جنات، لا يسحقوا لا سنين ولا فهم. يا بابا بحية راس بوهم يشري لهم ويدللهم كي العادة السنين، هاوك عطيتهم كل واحد كعبة بسكويت الاخر يحكوا الغب. بسكويت اي باهي الغب الحمد لله. هات نزيدك ترتين اخرى كانش بالتروه بتاع القهوه، عيد بالزبده تكري مش تخرج من وضني. امو دلت واحنا قعدنا نقاسيو فيه. اش بيها من باباتو؟ اش بيها من باباتو؟ اش بيها يا بنتي؟ مش زوج باباتو شويه؟ انت زاداني جيك سنة سنة شو بجي بابا انت ترى الهاية واقع واقع شبيهم رجعوا يبكيوا عزوتي البني جاوب بسكوتي بتاعهم كل ومسانوا شواحة يا خربتك يا سبوعي قليت بسكويتة ولايتك والله لا يا وجهي وهم عرفوا علي وسدوا صحيح خذتهم خطرهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سبوعي. بسم الله على ولدي بسم الله على عمري يا بابا بسم الله عليك. تا يا عاد سلومك عيبة سمسة بشتغل بك شنو سمسة با انا سمسة بتاعك يا اخويا نخاف على الرجلة بتاعي انا شنو ناوي تبعثني نحلل سلوم اي هلك عبرة بركة اي امي كعبورة ميسالش بسم الله على ولدي اي امي كعبورة ميسالش حلف امك بسم الله على ولدي بسم الله شو بسم الله عليك اشرب 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 بسم الله سلوم عايش ولدي توصل هالسنيدق الجماعة فما جماعة يعني أحزة واسبوع وخيك راهو مشتاق حويجة حلو أنا غالب بيهم أنا غالب عليا أنا ناقص كم باش تكملوا تثقلوا عليا بالك ما يصبعي إي ما تعرف عيب يذوق الجماعة وجيران لا شو والله كي تكون كعبة بوفري ولا نوصلها معايا للخدمة شو سلومة علاش تحلف سامينا قلت تهزت شايشة هكا حلوة تذوق الكاتبة متاعك اما مدام ما حبيتش خلي مش لازم تريد تربيع والله على خاطرك زينة برا كان شي باكو صغيرك كلثوم جيب صندوق صغير حلو من الكوجينة شو وليتو بالباكوات اسمع عمي انا ضد بيعان الحلو في الدار جمله واحده خلي سليمان الباكو هذا الدلنت والبيكو هذا انت وصلت وصلت هز معاك للبيرو توني نكلم سيدي داو دي جيك غادي بوزيت باجي يو شبي وجهك هكا يا باجي قلت عليك بيت في مردومه مردومه تراك عندك ولايات ريت خوك تماني نستحفظ على الليسانس هكا نكمل كار ولا كاميون ونكبش وراه الدخان تاع المازوت الكل يجي في وجهي يا باجي يا باجي حتى عندك موتور وباقي تراسكي وقولوا نستحفظوا على الطاقه ايوا انا هكا في النهار نفضل دينار وتصرف اكثر منهم من صابون وما نعرفوش قد يتكلف الدخان على رواريك رواريك ما حاكش فيهم باكو معصر في النهار باش يحك فيهم دخان تاع الكراس بيك يا فوجيك يا باجي يا باجي بشبوش سعر بروزاج شنو صيفت على بكري فوجيك راسك كردي باكو بسكويت ايش ليه الكريدي ليه
انا ملي سمعت البورصه بتاع نيويورك تحت من الكريديات قررت مش معادش كارتي جبله. ايش دخلني انا في البورصه؟ تمشي كارتي باكو وبخر جمع خلصك فيه ومش غيروا البابيات. فوشيكا اعطيه اعطيه باكو وانا نضمن فيه. نعم نعم بابا، انا قلت كريدي لا يعني لا، وكان تحب تضمن فيه سي الباجي خلصني انت في الباكو وهو يرجع لك. نعمك يا سيدي، لي انا من قبلك ومن قبل ما يتيح البورص ما نكرديش، وانا خويا ليامات راقده. باي باي فوشيكا مش لازم توجي سيدي خويا، ناخذ من عنده فلوس سبعون وقت عاد ارجع بعد اخوك واختار الباكو بسكويت اللي حاجتك بيه مرحبا بيك. دويو وقت ناخذ من الحانوت ارخص واجد. انست من الاولاد. اهلا بخويا صاحبي. خويا اسبوعي اهلا بيك. وش احوالك خويا صاحبي؟ سبا سبا تعدي من الحومه قلت نعمل طلع على خويا اسبوعي ونزيد نبشرك الفيلم قريب يخرج. جو قول لي خويا صاحبي مثلت مليح انا؟ مثلت بالقدا نشوفوك متعدي من البعيد شويه. مفيد مثلت وفوق من هذاك كله خلصت. امان خويا صاحبي شوف لي دوري اخر. هنا اي فيلم اخر عنا ما نعيط لك لك انت في الفيجاغاسيون. وين زاده؟ وين زاده؟ ما تعرفوش اللي انا عملت برشا مسرح؟ لا وقتاش؟ في الشبيبه المدرسيه. سامحوني يا جماعه انا مزروب عندي ريبيراج وما عادش بكري عليه. ربي يعينك خويا صاحبي. ما تسانيش هنا اسبوعي. قول لي ايه وقتاش مثلت فيه الفيلم والمخرج قصد على التصوير في بيرو بتاع اخوك؟ خويا صاحبي عاود رجع وعيط لي في دور من متعدي كيك في الشارع وما على باليش. ظهر فيه دور من ادوار البطوله. يمكن ما نعرفش انا المفيد خلص فيه مليح. تحب تكردي باكو بسكويت؟ لا ما عز اي ساره اي اللم بيه معناها فهمتك وحدك يا كلثوم. بيه بيه اتو نعاود نكلمك راهو يبلغ يعيشك. سلم عليك. باهي برك هات الصحيح عطاتك انواع الحلو نتاعهم الكل وخاصة الحكارات. اي عطاتني اما فما حاجة ما فهمتهاش نانا. شنو؟ علاش تصب لنا في الصب؟ هذا الكل اللي في سبيل الله؟ تبي زوالية كيفنا وتحب تعاون؟ هاي يجيش اقرا لي الحكارات الكل. ايش ايش ايش؟ قلت هذا نوع متاع مقروض جديد امي فضيله تعمل فيه. وكلي اللي عطيتيها في الحكارات بالغالب شوي اللي غلبني الضحك. يعطيك يا كلثوم قديش تقدو بالله تبدا تحكي صدق. اي ما احلاها فيهم باش ما حدش الناس نسوا علينا. تو بربي لو كان طلبوني في الحكارات انا باش نشدهم عليهم. اه يا امي فضيله رد بالك تعطي حكاراتك لحد هذاك راس مالنا راه. زينوبه بنتي تحبي نشد حكاراتي على الناس؟ يا اخي فما هو شكون يعطي سرمانتو؟ تي هاي كلثوم مثلا عمركش شفتها نهار تسيق تمسح تنفذ في الغبره وكي تسالها تقول لك كل شيء مريقل تعرفش علاش؟ سر المهنه. لا لا بخل وتكركيب. الو عسلامه لاباس يعيشك مرحبا 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 خولة خولة جاي يا كلثوم 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 ليش عفيت هزو لصحنا هزو لصحنا اسمع انت كلمة ليل خولة فهمت صباح الخير دلندا صباح الخير دكتور نعاونك لا 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 مسالش يا اخي ثلاثة باكوات باش يكيدوني دلندا هذايا باكو حلو بعثته لك امي وزينب قالت لك ذوق واعطيني رايك يا يعطيهم الصحه ويعطي صحه زاده للي كركر الباكوات بيان سور دكتور وحدك الحاسيب ميرسي ذاته مش ذوق معاك اكثر بقدو شي خويا والله لا بالله يقول لي ربي ما عطاكش الصبرة شد سيدي ها هذا ليك وللجماعة سيدي خويا هذاك شكون هذا هذا سيدك داود
داود يخبك وك وانا نخبك صغير. يا اخي ما في بالكش بسيدك داود قدش عنده من صغيره ما جريش ما مرته ذيك بدلته. دلندا كما ترشمانة كي جي داود اعطيه الباكو هذا. حاضر دكتور. ستوب الماكله في البير ولا وما تهزوش توا الجماعه وفي صعب نمشي اخطف روحك العطريه جيب لي باكو جو سي طيب جايب حذايا حشته بيا. يا اخي الباكو مش خليهوني. ايه يعطش بيه عنده ساقين هو بشرب عليك. لا احسن نحطه في الكوجينه. دلندا جايني توا سي طيب كان ترشمانا حضر له قوى عربي وجيب لنا جوي زاد. حاضر دكتور وكان تحب نزيدك صحاين حلو مش خير؟ اوه ميرسي عليك. فقط بيك براو باش تعبيو الصحة الحلو للراجل من باكويا. تهنى كنت باش معبيله من باكويا. يا ولدي خرجتي وين بعثتك خير لك شد اتلف اخرج. اسمع يكون في علمكم راهو الحلو حسبتو كعبة كعبة راهو. شفت شفت دكتور وي دق كعبة حلو قبل ما يجي يضيفك. والله يا دلندا عبيتها في الدار اللي مشمت. تري تري بيان تري تري بيان من عندك ما يسالش. دورة هنا أحلى من الدار. حقا دكتور أول غونديفو مع العشرة. مرحبا مرحبا شحوالك مدام خاول اش بيك يا بنتي من دفنوه مزاروه هالفيل عالصباح ما زعمك في الكلام المعصر حبتي على السنتر اللي دفنوه. مرحبا سبعة الحمد لله عسلامة خاولة سلي يا شبيعة شحوالك سبعة ريت ماذاستا توسخت ياسر عنا غبيبر في الحومة مش وانت اللي ما حبوش يوفاو. تفضل تفضل اقعد. نو ميرسي باش نمشي نقرز الفيست نتاعي افيك ان بو دو شوية مي. كلثوم ني نقرزها عليك هاتي شي هاتي. ميرسي كلثوم ميرسي قديه جونتي. تو تشوفين دني لاهي فتت تجفل نقرزها به. كوا جافيل الوغ لا تعرف انت الفيست نتاعي هذي قماشها باش معمولة؟ باش معمول بريش النعام ولا بحرير الدود؟ هات هات انت لهلك بها هنا ما تخافش. كلثوم شوف خاولة اش تشرب؟ اش تشربي مدام خاولة؟ شوية جو فخي كان فما عاملين لها جي دورانج. ما عجيش تحبي تاكل؟ سا ديبون اش عندكم؟ عندنا الخير والبر. كلثوم والمقروض بر. نو الحلولي مقروض يا اخي مازلتوا تستعملوا فيه. اش عاملة زينب؟ انا حتى شيء ما خممتش مشروع جديد بيني وبينك زينوبة الصوت خرها ومطلوب الكري اللي فيه الخير ربي سهل فيه. زينوبة عندي ليك مشروع حلو. حلو؟ ليه مش حلو المشروع حلو ياسر. شنو اسبوع شريت جو بركة؟ اي بطلت معاش كنا ناخذ بسكويت. ما هو سيدي خويا جاب لي باكو حلو قد هكايا عملوا طول يومي بالذمة. صحة صحة خويا ما تذوقنيش معاك تعرفني سبعون حلو امي فضيلة راني ما نصبرش عليه. ايش يقول لك ايش؟ هذول المرضية باش تزيد تصبر حتى ترجع تكردي. السلام عليكم. السلام خويا فوشيكا نقاشي عندك بلاد صوابع هاي هاك قدامك الاربعة بالفين وميتين برك عندك ايش الماركة هذه كهوا؟ خويا الماركات الباهين تقاوم كان في المجازنات وباك الحاسبة باهي سي فوشيكا نقاشي عندك ماركة باهية وما هيش غالية رخيصة فما مارك ما نقربهمش خيط باهي فوشيكا
اعطيني البيلات. اما عندي كان شارفينك كهو. مش مشكلة يا اخوي، نستفتحوا عليك وكي ترجع مرة اخرى جيب الميتين. عايشك عايشك فرصتك، نساعدك. ها سامحني فوشيك، لقيت كاشي دينار كهو. مش لازم، مانيش بايع. عندك 2200 تفضل، ما ثماش في الامان. اخي باش نهرب عليك انا فوشيكا، تو نكملك حقهم من بعد راهم من غير ما تتغشش. قلنا ليه الكريدي ليه سي فوشيكا؟ ماهوش لازم، هاي نصب على من ترضى. ايه برا امشي لنصب. فوشيكا شبيك هايب ولا لاباس؟ انت بربي كيفاش لاباس يا سي طيب؟ لا يزي الكريز وزيد الكليونات هيك تشوف فلوسهم ماهيش حاضره. تعرف الجمعه ذي مربوحه قداش نقص؟ 5000 في الجمعه في جره الكريز. حتى انا كيف كل جمعه اقل شيء نخسر 50 مليون. اي 50 مليون، اما مش مشكله. غسله وتتعدى. خمسين مليون ويضحك. اسمع كلامي، هز باك والحلو لدارك لترسلك في الليجونس. يا بنتي راك عمرك ما فطرت معنا في طريق الجنات، وتعرف السهرية زادة أحلى عشرة عندي ما سهريش هي ترى الكاكاوية. بونجور لاباس؟ صباح الخير سي طيب لاباس؟ صباح الخير عم طيب، سامحني ما نجمش نسلم عليك خاطر أنت يا مشرجية. شنو هذا اخي سقطت على باتسري؟ لا عم طيب من امي وقت زي ما عملوا مشروع نتاع الحلو ديالي وانا شويه مستوك. هيا بيه ان شاء الله مشروعهم هذا عاد يمشي، اما سير مش يمشي لخاطر فيه لها ماما. فمك في حبه منك في النصر. اه اسبوعي ديما ضامر. ها قول لي سليمان وحده؟ اي تفضل لو يستنى فيك. اسبوعي كثرت لها هكا الماكله قدام الضيافه. شو جد اخي بتخلي بالعينه يا ودي؟ بارك الله مصلي على النبي عليك. اما تعرفش كيفاش دبر راسك كرش كرشك وانت حر فيها. ماشي نحضر قهوه سي طيب. ما تنساش لو بقوية الجاقلة تهنى مانيش باش نمسلك منه. لا نقصد باش ما تعديش تشوف اش تقعد فيه. انا والله ماني فاهمك سي طيب. ماشي راه تقول لي رقدت فلوسك وماشي راه تقول لي قاعد نخسر في الفلوس. هذه فاهمها لي. في الاصل الفلوس اللي قاعد نخسر فيهم هما نقص في الربح. اه دونك غاني اكزاكتومون. معناتها ليزاكسيون اللي عندي في الخارج قاعدين يهبطوا. تعرف أنا كي نتفرج فيهم في التلفزة أوباما وأنجيلا ميركل وساركوزي واحلين في جرد كريز والحل سهل ما أبو معناها أنت عندك الحل وسكت ما تحبش تضرب لها بري نوبل في الاقتصاد. تعرفها كان يحبوا ينظفوا السيستم يلزمهم ما عادش يتعاملوا لا بالصفقات لا المالية ولا البنكية ونحيوا التعامل هذايا بالشيك وبالكارتا وبالفيرما. تقول أنت نحيوا البنوك جملة يوليوا يتعاملوا بالكاش. عندي حق الحاجة نشريها ما عنديش نجمل ومن بعد نشريها وكاك نحيو حكاية المساومات والاحتكار. يا سيدي كي انت عندك الحل ما لفش تستنى باش تكلم انا سي بانكي مون وسي ستروس كان خل تقف هالكريز. ما هو حتى نخلص الكريدي نتاعي ومن بعد نكلمه. الله الله عليك يا دلندر. حسيلو زايد معاك يا دلال. اش في؟ ان شاء الله في فرحتك ونسير بيوك نحن. تي دويا فاش قام يا راجل طفله مازالت صغيره على العرس. تحب حاجه اخرى دكتوره؟ لا لا ميرسي عايش كاكاو. ميرسي. يا وحيد. خايف. خايف لا تضرب لك شهر عسل كونجي. اه وي 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 شبري. وبعد عام ثلاثة شهور حبالة. اي اي نعم. وولادة ونفاس. سي طيب كيفاش عرفت؟ فك تعرفني كالعادة نشمها وهي طايرة. اه وي وي اش خليك شميت الكريز وهي طايحة من السماء. اش بيها هكا العجينة معجنة بزيت؟ يا طفلة مثبتة بالحكارات اللي خديتهم من عند كلثومة. انتي مش قدامك قيدتهما؟ غريبة سعينا نعرف المقروض بالسميد مش بالفارينة ونشاو وبلاش خميرة.
هذا هذا مش مقروض العادة نانا. هذا حسب كلام كلثوم اسمه مقروض البيع. وش زايد على مقروض الشعب؟ زايد البناء في عوض التمر ونقص سميد وخميرة. جعلش خاسرين حتى ونجربوه وكانت لعبه نعملو كيما الجماعة حلوه في الدار ونبيعوه لبرا. لا 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 انا عجينتو ما قايلت لي خير. تعش كيفيه اتوا كي نقليو الكعبات الاولانيين ناخذوا فكره على عجينه برا برك هاي وتو من بعد يظهر. اما خير مقروض البي نتاعي انا ولا مقروض البي نتاعهم هما؟ شد الشقاله نانا بشويه ملحطني. دادو نجم نخطف روحي للكوزينه؟ قلت لك ليه ما عادش زيد تاكل الحلو يا ولدي. راه باش تراسيلك في مشكله تي صحتك. صحتي حسبي روحي متقلق. هذاك علاش قلت تمشي للكوزينه؟ نغسل وجهي شوي ولا شطر في الماء فماش ما نتورط. اسبوعي كنت تحس في روحك متقلق برشا خليني نكلم الدكتور يبعثك لطبيبة. لا دكتور لا خليني نشوف روحي كان ما تحسنتش تنقول لك شوف لي الطبيب. ما كانش باش نعيط لعزة جي تهز الباكو راهو. اش قال فيه الباكو؟ كيما قلت انت قال باش يخرج من خشمي. اما دعنا انا نسديت خشمي ما عادش عاد وين يخرج تو ناكل الباكو الكل. فهمتني عادة؟ الايامات هذه انا اخلاقي في صباتي وهي ماهيش فاهمة. نبدا غاطس في تنبك مشاكل الخدمة وتطلبني. الو سافا؟ شبيك ما طلبتنيش؟ ما توحشتنيش؟ شو سي طيب يعيشك. راو الكلام الحلو داخل في كراس الشروط نتاع العرس. تحب ولا تكره يا سيدي؟ ماشي معاك لكن الكلام الحلو عنده وقته. يحاول انت يا اخي باش تفهمها وهي حابه تفهمها. فين نقول لها امان راني طواليه توا كي نكمل نطلبك كيني سبيتها وتزيد تتغشش وتمرج لي الكبده نتاعي بالتليفونات. تحب تعرف شكون اللي عندي انا اهم منها هي؟ جسبير ما قلت لهاش خدمتك وفريتك. يا سي طيب ايه كيف سلكتها؟ ماني كي روحت هزيت لها بوكي نوار. قال شنو هو البوكي؟ هو اسهل طريقه الراجل باش يرجع بيه امراه. صبر والله صبر يا سي. شو قول لك اش باش نقول لك؟ مالا توا متعاركين؟ لا عاد ماني رضيتها. كيفاش ترى؟ ابعثها فواياج للمكسيك. شنو؟ المكسيك وين فما الخانة؟ علاش سي طيب؟ يا هذاك هاو ولا سي المنظر راجلي ادي لي براسلي ديامونت. براسلي ديامونت بركة؟ هي وانت اش عملتي له؟ هو كلثوم. نسيلش خليها خليها هكا بعد العشي خممت شوية هكا وسامحتو. هيا بيه. اي سامحتو اما ما نسيتش. هكاك نحبك خليها كرتوشه وعاود ايش بدهاله في حكايه اخرى. لكن تعاكنا سيدي داود يسامحني ب 100 فرنك لوبين. هكا تنسى سبب بعركه كامله بلوبينا؟ ما ننساش منو نقعد نكعرر ونعاود ونلعوك هكا اللوبينا. وانت عاد امي فضيله احكي لنا كيفاش كانوا يرضيوك سي عمران وسي حطاب الله يرحمهم؟ انا عمري ما وصلت روحي للعرك باش يرضيوني. سوالو ولا الله يرحمه ولا الثاني الله يرحمهم في زوز. سنفا نورمال. نبقى نورمال هو عمرها كلمة عوذ بالله ما جات بينات. جستومو سنفا نورمال. ها
تدو لي تدو ظلي راني مشبت. قلت لك لي اخر مره عملت روحك دايخ وهي هي وعديتها عليا. تدو والله نحكي بجد شي ظلي طلع خشمي. عاود سدوا خشمك وكمل زاد سد وذنيك كي تتهنى فرد مره. اي تفضل سي طيب وما تغيبش برشا عادة تهنى كان كملت البورصة بتاع شنغاي البلوجون بتاعها القاع البيسين نهرب من البركجية ونجيب حداك. بسم الله على اخويا من البركجية. في الأمان. انت كسبة اليوم ما تحركتش من البيرو. كرشي سيدي اخويا كرشي معبية. سي نورمال ما تتحركش ما دام البتية بتاعك معبية. يا سيدي يا اضرب الصحيين هذايا باش ما عادش تتحرك جمله. ربي يفضلك سيدي خويا. يا اخي شبيه ما نعرفش مسبح هو داخل خارج على الكوجينه. هذا كامل اللي صغير يموت على الكوجينه. نهار مشى لامي قال لها افرش لي جريتي بجنب الفريجيدير. ايش قولك دلندا لو كان نقلوا له بيرو للكوجينه؟ فكره اما نخاف يجي خارج نهز الباب ما عادش يعديه. الله يتوليك يا دلندا. سي طيب المره هذه باش نطلع جلت المال عليك. الو عزيزتي ها الحلو شو مدخل الحلو في الحكايه؟ لا 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 جوست كلمتك باش نقول لك توحشتك. ها مانيش مستانس يا برا مانيش مستانس يا اخي بالصيف ضميري ماهوش مرتاح. يا لا تعرفش كيفاش اعتبرني لا كلمتك لا توحشتك لا سالت عليك. لا راح كان عظيم معطل المكسيك. هلو وي دلنت باهي باهي قل له يدخل. تفضل سيدي اقعد. شكرا. باهي كان تعرفني على سيادتك؟ شكون سيادتك؟ انا الطبيب. لا نقصد مثلا علاه جيت؟ من البيرو جيت على ساقية واحدة واحدة. لا نقصد علاش جيت؟ عندك حاجة مقلقتك؟ لا بالعكس الحاجة ما هيش مقلقتني حتى طرف. سافا أنا وياها كيما الزيت فوق الماء. أنت على لماذا أتيت إلى الطبيب النفساني؟ أنا لم آتي إلى الطبيب النفساني، أنا أتيت للسيد سليمان الأبيض. يا ولدي أش عندك؟ فلوس؟ لا باش تحس؟ نحس بقلبي. يا ربي يا ربي علاش بعثت لي حالك من هكا على الصباح يا ربي؟ لا أنا بعثني طبيب الأعصاب. تري تري بيان بعثش معاك جواب لي أنا. جواب علاش بيني بوستاجي أنا خرار مرارة. باه قال لك شي حاجة باش توصلها لي. صار انتم تعرفوا بعضكم من قبل؟ يا ولدي يا سي باش كون حاجتك انت بيا ولدي والا بيا سي. انت كي مشيت للطبيب الاعصاب اش طلع عندك؟
طلعوا لي شي بيت على جناب، اما الحمد لله لعجت عليهم قرعت وتوا حاسس روحي سافا. انت في الاصل علاش مشيت تشوف في طبيب الاعصاب؟ انا ما مشيتش تشوف في طبيب الاعصاب بركة دكتور، انا مشيت شفته وعديت عنده الواش. سارة انت تحب تعرف الواش انا مشيت نشوف في طبيب الاعصاب من اصله؟ اي اي، على خاطر هو ما ينجمش يجي يعدي عليا في الدار. يا اخي انا مشيت له البيروه طبيب الاعصاب. اسبوعي لاباس؟ شي 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 عاش النجم. هيا ددو هيا، تعرف ددو كل شيء واحد صب لي سطل البغلي في كرشي. وشكون هالواحد؟ انت ما وانت كملت فرغت باكو الحلو في كرشك؟ باهي ددو بربي فكرني، فكرني باش نعطي راي لامي في الحلو كوكوذ الموبلين كريتو كل. تعرفش كيفاش؟ كمل اعطيها رايك في الباكو بالطبيعه بعد ما تكمل تاكله هو زاده. انت يا سيدي ددو من بعد تبت تدور نقل كذا انا ونحس الشعور اللي لصق فيه الكل وزيد ما سكرني في الماكله. هاي تفضل سيدي تفضل. دلندا هذا ما بعثه طبيب الاعصاب الا ما فقد اعصابه. هي نرجع لك. اسمع ما ترجع لي الا ما تجيب جواب من عند طبيب الاعصاب. ايه تعطيني جواب نهزو لطبيب الاعصاب. دلندا عطوتك لها بيك السكرتير وتو تعطيك رونديفو وتكلمك بالتليفون وتحدد لك النهار والوقت. صار مش تحدد لي السورية. دلندا خذ من عنده حق الفيزيتا وهاني في بيروي. ددو هاني في الدار. شبيه ما الناس الكل هاربين منك؟ كاين غامق شوية. يا بنوبي يا طفلة كان الحكارة صحيح. عمري عمري بالعمر مريت مقروض كيف نهك. زحمة مش على خاطر فارينتك وسلعتك كاتريام شوا ما ظهر لي. هذا ما يجي كان مقروض الفرينقي، اما مقروض البي ما ظهر لي. اسبوعي ايش؟ زوزي عاشق بيا. اي نحبك تذوق المقروض. ما نجمش كل شيء بتقلق. مش نبهت عليك ما تاكل حتى شيء في البير وانا؟ بدي في بالي وفي بالي نبهت عليا برشا مرات ما كليت شيء. مالا توجع فيك من الجوع هذيك؟ ايش؟ البوموي اي بوموي بوموي دي 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 اسبوعي هكا تعمل فيا؟ تي ما هو ذوق ومن بعد احكم. احكم توا هذا مقروض البي، هذا مقروض البي كان حد يشريه بوك بي. شوف 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 شوف